انا بتمنى من جوات قلبي انه الله يشفيك، لانه يا ابو غازي انت ما بتستاهل لك الخير، لانه كل عمرك ادمي وزقرت ودغري وحقاني وتحب تساعد الناس. ما شو رايك هلا بدل ما لك قاعد هلا وحاطط الحزام بالجرن تروح معي على القهوه نشرب لنا كاستين شاي تروني دماتك فيهم؟ ما بقدر ما بقدر يا زعيم، ما بقدر. ليش؟ شو ليش يا زعيم؟ انت بتعرف انا مرضي بمعدتي، وانا ما بقدر لا اكل ولا اشرب الا حسب ما يوصوني الحكم شو اكل، يعني اكلي هالقد وشربتي هالقد. بدك ما تواخذني. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يشفيك يا ابو غازي، الله يشفيك ويعافيك. سلامتك عمي، شد حيلك. شو بنا شو بنا ابو غازي؟ لا تنسي تجهزي لي زوارتي، بدي اروح على حافة الورد بيع القريشه والزبده اللي عملناهم اليوم. يا عبي الله يخلي يخدني معك، بيقولوا بحارة الورد في سوق كتير كبير وحلو، بدي اشتري كم غرض. الله يرضى عليكي، أنا رايح اشتغل، مالي رايح سيران. يا بي والله العظيم ما بعطلك عن شغلك، وبعدين مرت الزعيم أم عزة بتحبني كتير، لما بروح لعندها بتدللني. خلاص رح أخذك معي، منه بتريحيني بتنقية القماش. يلا روحي جهزي حالك. يلا. أهلين يا بي. شو يا بي؟ إن شاء الله ارتحتي بالبيت اللي أعطانا يا الزعيم يومين ثلاثة. ما شاء الله، الله أكبر، كتير حلو. ليكي مرت الزعيم أم عزو هلأ جاية مشان تاخذك على السوق، اشتري اللي بدك إياه. يعني بعت كل البضاعة يا بي؟ ألف الحمد لله يا بنتي. الحمد لله. بقيان علي شغلتين ثلاثة بخلصهم هاليومين وبنرجع سوا على حارتنا وبيتنا. ماشي يا بي. أبو يحيى، أبو يحيى. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين أبو يحيى. شو شايفك بحارتنا، شو عم تعمل؟ إيه والله كنت جايب شوية أغراض بعته، وهلأ رايح على الحمام اتحمام واتغدى هنيك. إن شاء الله صحة. بس طالما فت لعندك رح اتغدى أنا وياك، بدك تمالحني، نقلت إيه ونقلت لأ. لك إن شاء الله صحة. يلا. كون أنت، أنا ما بحسن باكل. لا بدك تاكل ولو، ولا نحن ما بيتاكل من أكلنا، تفضل. لا يا رجل شو عم تحكي؟ كل البندوراي وسمي بالله. ما بحسن، والله ما بحسن باكل. من شاني؟ ما بقدر، الحكم ما بيقبلوا إني آكل. لك خلي يصير بيناتنا خبز وملح، تفضل. ولو أبو غازي. ماشي. يلا سمي بالله، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لك زيتونة. شباب غازي. غازي طول بالك، راس ولعك. عامل حالك عم تتاجر بالقريش وعم تحتاجل ابي؟ فهمني مين دبشك علينا؟ طول بالك. وحتى مين ما كنت تكون نحن ما بنخاف وما تحت رحمة حدا، فهمان؟ نحن هون بضيافة الزعيم ودايسين بساط حارتكم. مين انت حتى تقلل من احترامنا؟ مين؟ غازي، انا غازي ابن ابو غازي، ابن زلمة اللي العم ضيفه بندوراية، وكان رح يروحوا فيها. كان؟ يعني هلا صح صح؟ الحمد لك يا رب. هاي البندورة يا بيك هي رابون محبة وكرم من أبي، وأبوك إبلة بتقوم هيك بتكافينا؟ يا بنتي يا ابني، أنا حبيت ضيف أبوك، حبيت بندورة. أبوك طيب وكريم وحبيت مالحه، يعني أنا شو ذنبي؟ أنا فلاح معتر درويش، ما بدي تعملوا من الحبة إبة، يعني لا تحملوني ذنب.
يا رب يا عالم بالخفايا والنوايا، يا رب بخبيئة الغنمة يلي صار لي تاركة عمر وهلأ إجا وقتها تشفي أبو غازي من مرضه. يا رب أنت القادر، أنت الشافي، يا رب أنت المعافي. يا الله يا رب تشفي أبو غازي بسر الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله. ألف الحمد لله على السلامة يا أبي. لك الله يسلمك يا ابني، لك الحمد لله، لك ربك الشافي. تصور لك ابني، لك قديش في حكمة بهالدنيا، ما حدا منهم قدر يشفيني، ربك هو اللي شفاني، ربك اللي شفاني، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. يا بي، يعني أنا قلت لحالي إنه بستغل أمتك بالسلامة وأحكي لك هالقصة اللي صارت معي. احكي ابني، هات لشوف. أحلى يوم أنت برضه. بصراحة أنا هجمت على أبو يحيى. عم حزير مين دافع عنه؟ دافعت عنه بنته، الله يستر عليها، الله يستر عليها. بنت بتاخذ العقل، ما شاء الله عليها. كلها أنوسة وأكابرية وشمال، بس أخت رجال، الله وكيلك، حرمة بألف رجال. دافعت عن أبوها بكل كرامة وعزة نفس، وقفت مشي هيك، الله وكيلك ارتعبت منها وحبيتها يا أبي. دخلت نافوخي، دخلت أعلي، يعني من وقتها ما عم تروح عن بالي شو عامل. ماشي ابني، بس يجي الزعيم راح اروح لعند ابو يحيى ونطلب لك البنت منيح هيك. لك الله يطول بعمرك يا ابي، الله يطول بعمرك. لك حبيبي لك ابني، بعدين في سبب، يعني نحن لازم نروح لعند ابو يحيى ونتشكره على نيته الطيبه، ولازم نروح لعنده لسبب مهم كثير كثير. لازم نعرف شو سر الدعوه اللي دعاها وقت اللي سمعوا الزعيم. هي الدعوه لك ابني، هي اللي شافتني، دعوة اللي شافتني لك ابني. ايه والله يا ابي معك حق، لازم تعرفها، لازم ضروري اليوم، لازم. ان شاء الله. الله يسوقك يا زعيم. الله يسوقك يا زعيم. ها؟ هلا دعوتي طيرت لك النوم من عيونك وشغلت لك بالك وحيرتك يا زعيم. ايه والله يا ابو يحيى، حابب اعرف شو معناتها لحتى ارتاح. لك لازم نعرف السر، السر اللي شفاني من مرضي. كل الحكمة عجزوا، عجزوا انهم يشفوني. انا بحياتي ما حكيت القصة لحدا، بس هلا يمكن اجا وقتها. هات لشوف. هذا يا سيدي بزمناته كنت ماشي بحارة وفيها بيت قديم مرهر وفي عائلة فقيرة كتير وجوعانين، الجوع مقرط عليهم، يعني ما في مين يطعميهم. قمت رحت أنا اشتريت غنمة وربطت لهم إياها على باب البيت بدون ما حدا يعرف. طلعوا هنين وأخذوا هالغنمة بدون ما يسألوا مين ربط لهم إياها أو مين جاب لهم إياها. ودارت الأيام وصرت أمرق من ناحي البيت واسمع أصحاب البيت عم يقولوا يا رب ارزق صاحب هالغنمة واعطيه حتى ترضيه واستروا دنيا وآخرة. وبكل مرة كنت أقول يا رب خلي معروفي بهالغنمة يكون سر بيني وبينك ليوم احتاجها. وبصراحة شفاء أبو غازي كان شيء ممكن، ادعي رب العالمين بهالخبيئة كرماله. أبو يحيى أنا بشرفني أطلب إيد كريمتكم لابني غازي على سنة الله ورسوله. ونحن منتشرف، أعطيناكم إذا الله أعطاكم. سمعونا الفاتحة.